بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله سوف نتدرب على قراءة الحروف مع تنوين الكسر. إذا لاحظوا معي الحروف المكتوبة باللون الأحمر، حرف الفاء تحته كسرتان، الكسرة الأولى هي حركة الحرف، نقرأ الفاء مع كسرة واحدة في، ومع كسرتين فين. فين يعني الكسرة الثانية هي التي تدل على التنوين، هي التي نسمع نون آخر النطق، فين فين. إذن الفاء مع تنوين الكسر فين فين، السين مع كسرة واحدة سي، سي مع كسرتين سين سين، الزاي مع كسرة واحدة زي زي، الزاي مع كسرتين زين زين، الراء مع كسرة واحدة ري ري، الراء مع كسرتين رين رين، التاء مع كسرة واحدة تي تي، التاء مع كسرتين تين تين، الدال مع كسرة واحدة دي دي، الدال مع كسرتين دين دين، الحاء مع كسرة واحدة حي حي، الحاء مع كسرتين حين حين، الهاء مع كسرة واحدة هي هي، الهاء مع كسرتين هين هين، حرف الباء مع كسرة واحدة بي بي، الباء مع كسرتين بين بين. إذا قرأنا هذه الحروف مع تنوين الكسر. تنوين يعني هناك حركتان، هنا تنوين الكسر يعني هناك كسرتان. نقرأ هذه الكلمات، الخاء مع الفتحة خ خ، الراء مع مد الواو رو رو، الفاء مع تنوين الكسر فين فين، خ رو فين خ رو فين خروفين، الشين مع الفتحة ش ش، الميم مع علامة السكون، الميم ساكن نقرأه مع حرف الشين شم شم، السين مع تنوين الكسر سين سين، شم سين شم سين شم سين، الميم مع الفتحة ما ما، الواو مع علامة السكون نقرأه مع الميم مو مو، الزاي مع تنوين الكسر زين زين، مو زين مو زين مو زين، العين مع الضمة عو عو، الصاد مع علامة السكون نقرأه مع العين عص عص، الفاء مع مد الواو فو فو، الراء مع تنوين الكسر رين رين، عص فو رين رين، عص فو رين عصفورين، القاف مع مد الألف قا قا، الفاء مع الكسرة في في، اللام مع الفتحة لا لا، التاء مع تنوين الكسر تين
تين ق في ل تين ق في ل تين قافلتين. العين مع مد الألف ع ع، الهمزة مع الكسر إي إي، الدال مع تنوين الكسر دين دين، عاء إي دين، عاء إي دين، عائدين. الراء مع مد الواو رو رو، الحاء مع تنوين الكسر حين حين، رو حين رو حين رو حين. التاء مع مد الألف تا تا، الهمزة مع الكسرة إي إي، الهاء مع تنوين الكسر هين هين، تا إي هين تا إي هين تائهين. حرف السين مع الفتحة ص ص، حرف الحاء مع مد الألف حا حا، حرف الباء مع تنوين الكسر بين بين، س حا بين س حا بين سحاب. أعيد قراءة هذه الكلمات: فين فين خروف، سين سين شمس، زين زين موزين، رين رين عصفور، تين تين قافلة، دين دين عائد، حين حين روح، هين هين تائهين، بن بن سحابين. وبهذا نكون قد أنهينا درسنا هذا، وإلى درس جديد بحول الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.